الإنسان والدنيا تكرك فينا تحكي عن أهل الشام. دوار دوار كاينة دوارة عم تتنقل فين من حارة لحارة، كاينة الزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرك فينا تحكي عن أهل الشام. بيوتنا عتيقة وأسرار الغميقة، بيوتنا عتيقة وأسرار الغميقة، محفورة أحجار الدنيا الدوار. دوار دوار كأننا دوارة نقل فيه من حارة لحارة، كايت هالزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرك فيه تحكي عن أهل الشام. عن شجر الكبان من عمر الأولاد، عن شجر الكبان من عمر الأولاد، تكبر هالياسمين بهالدنيا الدوارة. دوار دوار كايتنا دوار عم تتنقل فيه من حار لحار، كايت هالأيام عن أهلك يا شاب ونزل الأحلام بهالدنيا الدوار. دوار دوار كأننا دوار عم تتنقل فيه من حارة لحارة، كاين هالزمان عن ظلم الإنسان والدنيا بتكرج فيه تحكي عن أهل الشام. دوارة حكايتنا دوارة، دوارة دنيتنا دوارة دوارة. الله يخليك حسني، أنا حابة ضل هون مع قمار. إذا حابة أنا عندي شرط. إيه وأنا موافقة على كل شيء. معناها بتبيع البيت وذهباتك وبنفتح محل. بيتي؟ ايش هو بيتي لحالي؟ ما هو بيت امي وبيت اخي. شوفي هاي فتحية باعت بيتها وفتحت المشغل. ايش مفكرني عقلاتي جوزتين بخرج مثل الفتحية؟ يعني ما بدك تبقي هون مع قمر واخوكي وامك؟ لا بالعكس، خلص انا موافقة. معناها بكره الصبح انا بروح لعند مرت عمي وبحكي لها، واذا وافقت بروح بشوف لي شي دلال وبخليه يدبر لي بيعه البيت. طيب ليش ما انت بتبيع بيتكم وبنسكن هون؟ شو هالحكي نوال؟ بدك الناس تحكي علي ويقولوا باع بيته وجا سكن ببيت مرته تحت جناحاتها؟ يعني بدك يعني يصير صهر بيت؟ لك بيتكم مهرهر وبده تصليح كتير. مهرهر لما نبيع بيتكم منصلحه ومنسكن فيه. خلص هيك يا بنتي بتشغلي بالنا عليكي وبتكركبينا؟ خير عمي، الله لا يشغل بالك على غالي. الله يرضى عليكي، في بنت عائلي بتترك بيتها بدون ما تاخذ اذن جوزها وبدون ما تخبر وين رايحه؟ لكن في بنت عائلة يا عمي بتقعد ببيت الناس اللي فيه ما طايقين يشوفوها. لا يا بنتي لا، انت بكلامك هاد عم تتجني علينا كلنا. لا ايوه اعوذ بالله، انا ما بقصدك عمي، انت مقام والدي الله يرحمه وبعرف انه بتحبني من جوات قلبك، بس ابنك. ابني؟ ما بقدر اقول غير الله يصلحه. صدقيني حمدي يا ابو طيب، بس طبعه جفيس. حمدي ما بيكره هيك.
حمدي بيتمنى لك الخير. صحيح صحيح ما بيكرهني بس ما بيحبني. الله يرضى عليك يا بنتي. هل انت مفكره انه كل المتجوزين بيحبوا بعضهم على طريقه قيس وليلى؟ يا عمي اذا ما بيحبوا بعضهم ليشو هالعيشه؟ ما لها طعمه. حمدي بيحبك. مين قال لك ما بيحبك؟ بس هو ما بيبين عليه. صدقيني لما قدم المغرب وما جيتي على البيت طار عقله من راسه، صار مثل المجنون وهو داير عليكي من بيت لبيت. ايه لاني مرته. بس هذا مو اسمه حب، هذا اسمه واجب وخوف من حكي الناس. والله يا بنتي مالي عارفان شو بدي اقول لك. لا تقول ولا تعيد عني. نحن اثنين فهمانين على بعض وانت بتحس فيي رغم انه حماتي ما كانت تحس فيي. وقلبت بيني وبينها الخناق ويا من تراها وقفت لي على وحدي. ام حمدي حماي وصيت الكنة والحماية الصائدين ورح تضل مستمرة لنهاية الكون لك يا عمي. ايش في طار بيني وبينها؟ طبعا انت اخذتي لها ابنة وهي اخذتك من امها. قلت لك هي قصة ما لها نهاية. على كل انا بعرف انك حابة تسكني وحدك، اذا بتريدي تجربوا حالكم انا ما عندي مانع. عموما شو بتريدي انا معك. انا عمل ما بدي غير سلامتك. انا وحمدي عمي ما لنا عيشه مع بعض. انا عملت المستحيل مشان ارضي ومع كل هاد ما ارضي ولا رح يرضى. أرجوك عمي الله يخليك خليه يخلي سبيلي. أنا بعرف إن الطلاق أصعب من الموت بس أنا كنت مع حمدي عم موت كل يوم. ألف موتي. لا حول ولا قوة. خير انت عامل شر انت لا. انا الحق علي انا تسرعت. قلت لحالي يا ولد جوز ابنك لفتحية فراح فيه ونفرحه. كنت مفكر اني رح اسعدكم بس اللي صار العكس. عيشتكم بعذاب مستمر. على كل يا بنتي اللي بدك اياه بتاخذيه من الشوارب. انت بنت اخي عثمان ابوك الله يرحمه بلحظاته الاخيره وصاني فيك. ان كنتي مرت ابني ولا لا انا ما بسامحك يا فتحيه. اذا بتحتاجي لشيء بتطلبيه من غيري. حمدي ابني وانت بنتي. حمدي وسطك انت وفتحية انا غلطت كتير. امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان
يمكن ما صفي قدامكم فرصة إلا أبغض الحلال. ترجع بتنام بالبيت فهمان؟ خديها معك. مين ماسكك؟ لازم كنت اخذ يعني رايك ابن عمي. خلاص انا وافقت خديها بس لا تطولي. لا على مهلك. بسم الله يلا بخاطرك. مع السلامه. لا تطولي. لا اللي بدي اروح من خلفي. نوال بدي اسالك، ليش لما اجيتي لعنا وجايبتي لها القماشة لسميرة تفصل لك اياها، سالتك عن مرت الرجال اللي بدك تتجوزيه، قلتي لي انه ماتت؟ والله خفت تضربيني. ايه بعدين كنت صغيرة. صغيرة؟ ايه صغيرة بس فعلك كبير. اللي فات مات، وانت يا ام مازن قلبك كبير. سميرة؟ نعم. انا رح ارجع على البيت واخذ قمر معي. ليش؟ بدي اغير الاواعيه ولبسها الروب اللي جبت لها اياه. ما بعرف حبيبتي، اسالي امه. شو نوال؟ ايه معلش خديها بس ديري بالك عليها. ايه طيب روحي. عشت عمي عشت. خف ايدك. بتدير على دف المجلوش. وبعدين على الدرقنات. شكرا. لك شو انت في الظاهر؟ ما راح تجيب الزوق؟ ركب ايدك، ركب ايدك. بعد عنا. سرقنا الزوق لامسالة. ما بحق لك تطلع المي عن ارضنا، فهمت؟ ارضنا في لحق بالمي مثل ارضك تمام. بتقوم تقطع امتى ما بدك وكيف ما بدك يا ابو حمدي. لك يا ظالم، لو كنت فاتح المي على ارضك انت اصلا ما وصلت لهون. لك المي قريبة. خف فراق عنا يا ولد احسن لك. واذا ما كفيته شو بتعمل يعني؟ شوف لك مازن، الجبل كبير في له 1000 طريقة عم يهدوا فيها، والراس الكبير كمان في 1000 طريقة ليتكسر فيها. اخ لو ما يقولوا بس قوى على واحد ضعيف. ضعيف هو ضعيف الضمير والوجدان. اسمع لقلك،
اسمعنا قال لك احسن لك. ولك ما بدي اسمع بنوب، واطلع من ارضي احسن ما اجيب لك شرطه خليهم يشرحوك. لا خوفني. ماشي الحال ماشي الحال يا ابو حمدي، الايامات بيناتنا وبتقول مازن حكى. روح واعلى ما بخيلك اركبه. تعا حديدي جاء لشغلك. واذا بيفوت لهون مره ثانيه بتكسر رجله وبتقلعه. يعني شفتي حكيتي معه؟ ايه وما تلخبطتي؟ لا بالعكس حمدي ما وقف معي منيح، ما كان لازم يتجوز فتحية بالسرعة. بس يا حبيبتي ابو جبره، واذا كان حمدي كان لازم يكون اقوى من هيك ويدافع عني عن حبه الي. والله صايرة حكيمة يا رشيدة. يا موم أهلين وسهلين. خير يا موم. أهلين تقبرني. أهلين. شو شايفتك فرحان كتير؟ إن شاء الله إلهي بتضل على طول فرحان. إيه يا موم فرحان كتير أنا. أنتِ مو قلتي بدك تخطبي لي؟ ايه مزبوط، انا قلت بدي اخطب لك. اذا في شي بنت ببالك اليوم قبل بكره بروح اخطب لك اياها. ايه في منو هاي؟ رشيده. ايه علينا رجعنا لقصه رشيده. ما بتعرف انه ابوك ما بيوافق عليها؟ لا يا مو، ابي رح يوافق. انت احكي معه ولا يهمك. طيب وبركي تدللوا علينا بيت الشاهر وما رضوا يعطونا. انا بحكي مع علاء.
يزيد فضلك. العين والله طلع منك يا فتحية. خافي محمود؟ ايه لا مين اهلا وسهلا. تمشين اهلا وسهلا. يشتاق لك العافية يا رب. تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. الله يزيد فضلك. اللهم صل على النبي. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلين وسهلين. مين اللي دلك على المشخه؟ خالتك مهاني. ايوه تفضلي. ايه. تفضلي. شو اخبارك؟ تقبريني شو اخبارك؟ اشتغل الحمد لله كله تمام. ايه الحمد لله. وانتي شو الأخبار عندك؟ حمدي بده يتجوز. رشيدة؟ ايه؟ يتجوز. الله ييسر له. وانتي بكره ان شاء الله بنفرح فيك. والله يا خالتي ام محمود يعني انا ما مفكر غير بالشغل. يا الله يوفقك ويقويك يا رب. وين رايحه؟ خلصت القهوه؟ بدي روح تقبليني بس بدي ارجع لعندك. اسمعي بدي منك بس يمشي الشغل شوية اواعي لهالجماعه الفقراء يلي بحارتنا. لك تكرم عينك انت خالتي ام محمود بتأمري بس. بدك تقبريني ان شاء الله. تقبريني ان شاء الله. تسلمي. انا كمان بدي منك خطبه صغيره. ايه مو على راسي اذا بيطلع بايدي على راسي. تسلم يا رب. صار لي فترة عم دور على خياطة بتقص منيح. الشغل والحمد لله منيح. الحمد لله. والخياطات اللي عندي اسم الله ما عم بيلحقوا للماكينات. بقى بدي تسألي لي معارفك هون هون يعني بركي بتوفق بوحدي راكزة وبنت ناس عن طريقك. طيب شو رأيك بسميرة؟ سميرة؟ والله هي ظروفها صعبة. بس قولك بتوافق؟ ليش لحتى ما توافق تقبريني؟ ظروفك مو احسن من ظروفها. انا بكره بروح لعندها وبقلها وبجيبها وبجي. تسلمي يا رب. تسلمي. تفضلي. كان بلاها القهوه تقبريني. اعوذ بالله. انت مقامك كبير خالتي. قولي لي مقامك. بعدين لاحقه بدي اسمع شويه اخبار. شو القهوه الظريفه راكزه؟ تسلمي. الغلطه غلطتي انا. معلوم. أنا حاولت مشي الدنيا على كيفي مثل ما بدي. لحالي معهم بيحبوا بعضهم والعشرة بتجمع القلوب بس حساباتي كلها طلعت غلط. هالمسكينة الحمدي ما حدا ظلم غيره بهالقصة. ولك أنت ما بتفكري إلا بابنك. فكري شوي بهالمسكينة وشو ساوينا معها. شو ساوينا؟ حملناها على كفوف الراحات العين تطرقها. تضرب هديك الكفوف اللي حملناها عليها. مع مين عم تحكي انتي؟ انتي عم تحكي مع واحد عاش معكم بالبيت شاف وسمع كل شيء. اذا بدك الدغري الدغري نحن كلنا غلطانين. هلا ايمنا من الحديث. خلينا نرجع للحديث اللي بدينا فيه. انت موافق؟ انسالي انسالي مازن. مازن لانه سكن لحاله. قلت مازن انا كله مالي شايفه. طيب شو المشكلة لكان؟ بتقدري تقولي ما في مشكلة طالما علاء عم يصرف على العيلة. أنا ما عندي مانع. إلهي خلينا ياك يا ابن عمي. شو صاير يسير؟ خزيت العين خزيت العين. ولك أنا طول عمري يسير بس ما بحب الزاحلة. أنا مين عندي أغلى من حمدي؟ كل اللي خايف منه يا محمدي أنه صاحب الأمانة ياخد أمانته وما يشوف أولاد حمدي. الله يخلينا ياك ويطول عمرك يا جوزي يا صاحب بيتي يا سيد راسي. بدي ارتاح يا محمدي. بدي ارتاح من المشاكل وانا ما راح ارتاح حتى اشوف ابني حمدي متركن ومرتاح. يعني من بكره روح لعند الجماعه واطلب ايد البنت رسمي. تكلي على الله. واذا صار نصيب بدنا نعمل لها احلى جهاز ونسيغها احلى صيغه. ان شاء الله ما بنحترمك يا حق الهي. اللي صار مو قليل يا ست ام حمدي. والواحد ما بيعرف بده يلوم نفسه ولا يلوم الظروف. اللي مضى مضى يا ام مازن والانسان لازم ينسى. الله بيعلم قديش القلوب صافيه
صدقيني يا أختي أم حمدي، ماني عرفانة كيف بدي واجهه لأخي لأبو حمدي. أبو حمدي نسي كل شي يا أم مازن، ولو ما بيعرف إنه أنتو شي ومازن شي ما كان بعتني هلأ أخته برشيدة. الله يسلم، بس أنتو بتعرفوا إنه الرأي الأول والأخير للبنت. رشيدة مرت عليها أيام صعبة كتير، وأنتو أدرى باللي صار. رشيدة ما في أغلى منها عندي، بس نحنا لما أخذنا فتحية أنتو بتعرفوا لأنه هلأ تركونا من الماضي. يا أم مازن، حمدي رايد رشيدة من زمان ولساته، بقى إذا كان رشيدة لساتها بدها حمدي وأنتي أمها وأدرى بمصلحتها وبيت حمدي وأهله على سلامته. والله على سلامتهم. الله يسلمك إلهي. اللي بيكتبوا الله يا محلا. أهلين وسهلين خالتي. أهلين يا خالي، إن شاء الله بعيشوا هالإيدين. يسلم لي الوش إلهي، يسعد لي الخجول والمربى. تفضلي ست محمود. تفضلي خالتي. تسلم إيديك يا حبيبتي، تسلم إيديك. تسلم عمري. يقبرني يقبرني هالشعر الحلو، يقبرني. يسلموا. سميرة؟ نعم. فتحية فتحت محل الخياطة حلو كتير، وكلفتني سلم عليك وقلك تروحي تزوريها لأنه بدها خياطة شاطرة كتير بالقص، فشو رأيك؟ يا حبيبتي الله يجعلك من نصيب ابني حمدي يا رشيدة. آمين يا رب العالمين. محتارة يا علاء، محتارة. بعرف، والله بعرف انك محتارة، بس الشغلة بالعقل. يعني زلمة آدمي ورايدك، شو بدي أكتر من هيك؟ مظبوط رايدني، لو كان رايدني ما كان تركني وراح اتجوز فتحية بالسرعة. هي لسه بترجع لنفس القصة. لك يا أختي الدنيا كلها اسم، بعدين قليل الشي السواء أخوكي مازين. علاء بترجاك لا تدافع عنه. لك يا حبيبتي ما بدافع عنه، صحيح هو رفيقي بس كمان أنت أختي ومصلحتك بتهمني أكتر من كل العالم شايفتيها. شو الحكي؟ طيب خلص خلص اتركني بدي افكر. لك ايه ها يسلم لي ربك، هيك الكلام مو ليش صار وليش كان. لك هلا انت ما رح تبطل هالغلاظة؟ لا رح بطلها، بس خذي هالسكر اول. لك الله يحلي ايامك، روح خاطرك. سميلي على امي. الله يسلمك. تعال عنا. ايه ان شاء الله. مرحبا معلم علاء. اهلين فاروق، كيفك؟ كيفك؟ شو صار بالاشتراك لو سيتك؟ يا الله بكره بكره الصبح بيكونوا عندنا. الله خلينا اياك. شكرا. متى يا عشرة بشهر؟ الله يديمك يا رب. اهلين وسهلين. الله معك. مية ليرة؟ ليش كتير؟ كم من راح؟ وين فاتورة؟ تقدرين ان شاء الله. قومي ارتاحي لك شوي، طول نهارك بالمشغل كمان بالليل بالشغل. قومي قومي غيري اوعيكي. يلا حبيبتي. يا خالتي. اهلين هاني. مساء الخير. اهلين مساء النور. كيفك امي؟ الحمد لله الله يرضى عليك. فتحيه انا جاي اعزمك على سهره، طالعين نسهر انا وشلتي كلها. قومي غيري ثيابك. انا اروح اسهر معك؟ ليش شو المناسبه؟ لا ابدا، يعني بتغيري الجو طول النهار عم تشتغلي. ايوه انا اروح اسهر معك، وعلى يمينك سهى وعلى يسارك مها، وانا شو اقعد اسوي؟ ابدا، بس رح تندمي. ها لا لا ما رح ندم. شكرا، انا شلتك كلها ما بتعجبني. طيب السلام عليكم. على السلامه. وعليكم. ليش ما رحتي سهرتي معه؟ بتنبسطي؟ ماني قدراني خالتي، بعدين عندي شغل. خالتي؟ نعم. بتعطيني الغرفة الثانية نام فيها؟ ايه على عيني، تكرم عينك. لكن بكرة بضبطها. ايه حبيبتي. فرحانة؟ لا فرحانة ولا زعلانة. ليش؟ ما بعرف، خايفة ازعل. قوم ارجع امرك.
كنت خايفة افرح قوم يصير هيك شي فجأة وارجع ازعل. يعني صايرة حكيمة نفسي؟ بجوز الايام بتعلم يا سميرة. فعلا الايام شهدي. فكرك مازن رح يرجع نهائي؟ صدقيني ما بعرف يا سميرة، بس صدقيني كمان إذا أنت ما اهتميتي بمصلحتك ما حدا بيهتم فيها. شو أعمل له يعني؟ ابعت له دورية شرطة يجيبوه لعندي بكلبش. إذا هو ما بده يعني شو أعمل؟ إذا أنا بحبه وما بقدر أتركه شو أعمل؟ شو أعمل؟ لأني سيلينا. يا أهلين. طبعا بتشتغل على المكنة، والست محاسن كمان بتشتغل على المكنة. الست شفيقة طبعا بتقص ومتعلم القص عند المدام حسنية. لا تقليلي انه ما بتعرفي مدام حسنية. انا اللي بعرفها. الست سميرة احسن خياطة عنا بالحارة. يا الله يسلمك يا رب. الله يسلمكم. ايه شو قلتي؟ يا ستي ما بقدر بعطيكي الجواب لحتى اعرف راي مرت عمي بالاول. يا عليكي يا سلمى، يا عليكي بتضلي درويشه. سمور انت لازم تشوفي حالك طالما مازن تركك هيك. يا فتحيه، بيت حماي مثل بيت اهلي، ومرت عمي بمعزه امي الله يرحمها، ولازم اخذ رايك. ايه شو علي؟ بس امتى رح تردي لي خبر؟ لحتى نخلص من اللازمة اللي عنا. جوازة رشيدة على حمدي؟ ايه شو عرفك؟ لا محمود قالت لي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. عقبال عندك. حسني رح تخليني روح على العرس؟ بتبيعي بيتك؟ لك شو قصتك حسني؟ بدك تتسلم الخناق؟ ساعة بتقلي بيعي البيت، ساعة بتقلي لا تروحي على العرس، وإذا بك يا قمر بتعمل لي مشكلة، وبعدين خلص ما في مشكلة، روحي على العرس. عن جد؟ يعني تخليني اشتري فستان جديد؟ لا هي انا ماني هون. يا الله، انت اشتريت لي فستان جديد، مين بده يشتري لي اياه؟ خلص لا تبكي ولا تشتري. حسني لا تتبارد علي، ابطأ. ها شو بارود؟ خلص بشتري لك اياه وبتروحي على العرس. خلص عن جد؟ اتفضل تقبريني ام حمدي. يلا كلوا يا جماعه، لك كلوا. الله دياركم هامه. صح يسلم ايديك خالتي حمدي، الجهاز حلو كثير. الله يسلمك تقبريني. الله يخلي لنا اياكي، بس في الي عندك طلب. تفضلي تقبريني، اطلبي مثل ما بدك. معلش نسوي العرس ببيت اهلي؟ يو ليش شبه بيتنا روحي؟ تقبريني بيتكم الخير والبركه. الله يبارك فيك الهي. يسلمك يا رب، وان شاء الله بيضل عامر بوجودكم. الله يحفظك. بس بيتنا من زمان ما دخل له الفرح، وانا حابه بعرس رشيد ارجع له الفرح، عندك مانع؟ ابدا تقبريني ما في مانع بنوب، ان شاء الله الفرح الهي بتضل دائمه ببيتك وبيوت الحبايب كلها. بس ويني؟ بكره بصير العجقه عندك وانا بيتي بضل نظيف. ايوه الله يديم المحبه. ونحن قبلانين انبسطتي عروستنا؟ ¡Gracias!
شو ما اكلتي؟ مالي قدراني اليوم. سميرة خبرتني انه الليلة عرس حمدي على رشيد. وانت زعلانة لانه عرس حمدي اليوم؟ لا، ليش بدي ازعل؟ الله يهنيهم. انت خربتي بيتك بايدك. يميني من السيرة خالتي، الله يخليك. صحيح نحن مع بعض؟ صحيح يا رشيد. لأمتى؟ كل العمر. ما في شي بفرقنا عن بعض؟ مستحيل. بظن بدها هيك تتغمق شوي. ممكن ما بدي منها. تفضل استاذ. اكيد حضرتك ست ذكية. ايه انا طلعت اللي حكيت معك بالتليفون شوي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تفضل سريع. مشغل بدل على أناقة وذوق صاحب. تسلم، هذا من ذوقك. أنا شفت بضاعتكم وعجبتني كتير. عن جد؟ وين شفتها؟ عن صديق إلي أنتوا تتعاملوا معه. أنا بدي كمية كبيرة من القطع وبأسرع وقت ممكن. الحقيقة كمية كبيرة هلأ ما موجودة عندنا. بدي إياها خلال شهرين إذا موافقة نكتب العقد. إيه نكتب العقد. ممكن الهوية؟ إيه تكرم. شكرا. طلعت السويري؟ نعم. تفضل استاذ. استاذ هاني. اهلين هاني، اجيت بوقتك. مرحبا. اهلا. هاني ابن خالتي. الاستاذ طلعت السويري جاي وصينا على طلبيه. تشرفنا. اهلين استاذ. الحقيقه نحن كنا عم نكتب العقد ومحتاجين توقيعك عليه. ممكن؟ على خير الله. هي دفعة تحت الحساب. شكرا. عفوا. يلا خاطر. يا ريت نضل على اتصال. ان شاء الله. مع السلامة.
انت شو عملتي؟ بشو؟ كيف بتحرجيني بتوقع وبتخليني وقع من غير ما نتناقش؟ كيف بحرجك؟ انت اللي احرجتني. بعدين لو ما كنت موافق ما كنت وقعت. انا ما كنت بدي اوقع. بعدين هذا الرجل ما لازم يكون هون بقى بالمكتب. هيك ما حبيته. ليش بقى شبه؟ ما شبه شيء، بس انا ما عجبني. وليش لازم يعجبك؟ لا هو رفيقك ولا هو قريبنا. علاقتنا فيه علاقة شغل. بس هاني شبك؟ شو صاير له؟ لك شبك رايح جاي؟ والله دوختني. كله من بنت اختك. ليش شبه بنت اختي؟ قهرتني. هي اكيد لانك تغلصت عليها. تصوري خلتني وقع العقد بدون ما تاخذ رايي. ليش في شيء غلط بالعقد؟ لا ابدا، بس التعامل مو هيك بصير. انا ماني ولد صغير. هلا انت ليش حاسسها انه عم تعاملك كانه ولد صغير؟ ليش؟ ما في شيء. طلبت ايدها ما رضيت تتزوجني. هذا كله من مشاكلك وتليفوناتك. انا بعد الزواج بقعد عاقل وبهدى وبكن. هلا انت اهدى وكن وبعدين انا بخطب لك اياها، منيح هيك؟ انا رايح على بيتي. ايه ايه روح تقبرني، احسن ما هلا تيجي وتتعلق انت وياها، تفضل روح. مرحبا خالتي. اهلين حبيبتي، اهلين. اهلين. كيفك خالتي؟ شو الحمد لله فرحانة كثير. خير ان شاء الله، وقعتي عقد جديد. ايه ومشان هيك فرحانه. بس مشان هيك. ايه بس مشان هيك خالتي، لا يروح عقلك لبعيد. انا عقلي بالشغل وبس. فتحيه حبيبتي هذا الوضع عاجبك، انت لازم تفكري بمستقبلك، لازم تتجوزي ويصير عندك بيت واولاد، ولا مفكره انه طول عمرك حتبقي صبيه؟